واحد بيقول عندما سلم يهوذا المسيح كان ترتيب من الله ولا ترتيب من يهوذا؟ طبعا كان ترتيب من يهوذا، ولكن سمح به الله. يعني ايه؟ يعني الله لا يريد الخيانة، لكن لأن الله تارك للناس حرية الإرادة فممكن يسمح بالخيانة، زي ما ربنا لا يريد أن الجريمة تحدث لكن بتحدث جرائم تحدث ليس بإرادة الله ولكن بسماح من الله. هناك فرق بين مشيئة الله وإرادته وبين سماح الله. ربنا بيسمح لحاجات كثيرة جدا. تمامش ياما بتشوفه في الجرائد يقول أخبار عن الفساد. هل الله يريد؟ لا يريد، ولكن ربنا بيسمح نتيجة حرية الإرادة اللي بيعطيها للإنسان. بالنسبة ليهوذا، يهوذا إرادته كانت خاطئة، لكن ربنا سمح. ولهذا نقرأ في الكتاب المقدس يقول ولما أخذ اللقمة دخله الشيطان. إذن هنا الشيطان له دخل في الموضوع، وإن الشيطان أوعز ليهوذا أن يسلم سيده، وربنا سمح بهذا لأن الله يخرج من الجافي حلاوة ويحول الشر إلى خير. بالنسبة ليوسف الصديق، إخواته لما رموه في البئر ربنا ما يوافقش على كده، لما يبيعوه كعبد ربنا ما يوافقش على كده. فليست هذه إرادة الله، لكن ربنا سمح بكده، سمح بكده لأن مد الناس حرية الإرادة، ثم حول هذا الشر إلى خير من أجل صالح يوسف الصديق.